اهلا بكم. النهارده هنتكلم في واحده من اهم مواضيعنا على الاطلاق مع قمه علميه كبيره في عالم الامراض المناعيه والامراض الروماتيزميه. الموضوع يمكن لاول مره نتكلم فيه تفصيليا. الموضوع اسمه التيبس الفقاري، واسمه باللغه الانجليزيه اسمه زي ما هقوله كده انكلوزنج سبونديولايتس. المرض ده مرض مزعج ومقلق للغايه. النهارده حوار مثير للغايه وهيبقى ممتع للغايه لانه مع قمه علميه كبيره، اسم يعني على المستوى المصري والاقليمي، واسم بنفتخر بالابحاث العلميه والاداء العلمي الراقي جدا وانجازات العلميه اللي بيقدمها، الاسم الكبير في عالم الامراض المناعيه والامراض الروماتيزميه الاستاذ الدكتور حسام الديب الاستشاري للامراض الروماتيزميه والامراض المناعيه، زميل الكليه الملكيه البريطانيه اللندنيه والعضو الدولي بالكليه الامريكيه للامراض الروماتيزميه، الاسم الكبير مصريا واقليميا. اهلا بك يا دكتور حسام. اهلا يا دكتور ايمن، وحشني جدا اكون معاك. ربنا يخليك انت اكثر. انا بتابع ما شاء الله النشاط الرائع في العمل، والنشاط كمان على الصفحه ما شاء الله صفحه رائعه جدا، وبتنقل علم رائع للغايه، لانه الامراض الروماتيزميه محدش يعرف عنها كتير. ومرضنا النهارده التيبس الفقاري من الامراض اللي بين قوسين، اولا عايز اعرف ايه هو ومدى انتشاره، هل هو مرض نادر ولا يعتبر موجود؟ ما يعتبرش مرض نادر لكن مش شائع، يعني حدوثه ما بيتخطاش 0.5%. يعني عدد مرضى الانكيلوزنج او تيبس الفقرات المناعي في مصر لا يتخطى 0.5 مليون، بس 0.5 مليون ده رقم كبير، كبير جدا. لو قلنا ان مرضى الروماتويد حوالي مليون، فنص مليون يعتبر رقم كبير. مشكله مرض تيبس الفقرات في انه يتشخص، مشكله كبيره في تشخيصه. هذا يعني معنى كده ان في مريض كل عمارتين تقريبا، كل 3 عمارات موجوده في مصر. يعني في الشارع في كذا مريض. بالظبط. مشكله انه يتشخص. ايه هو المرض ده؟ مرض تيبس الفقرات هو مرض مناعي، واتفقنا قبل كده ان الامراض المناعيه معناها ان في خلل في مناعه جسمي، بدل ما بتدافع عني بتهاجم جسمي نفسه. فمرض تيبس الفقرات المناعه بيحصل فيها خلل، يبدا العمود الفقري يحصل فيه تيبس تدريجي بطيء. التيبس التدريجي البطيء ده على مدار سنين العمود الفقري ممكن يتحول الى خشبه، قطعه واحده. يعني لو الرقبه تيبست المريض بيكون صعب عليه ان هو يبص يمين ويبص شمال، او انه يوطي رقبته لتحت والفوق. وبنفس الكيفيه عموده الفقري بيبقى زي خشبه. النهارده كان عندي مريض عنده تيبس فقرات ماشي عامل كده. خلاص وشاب صغير. وطول ما هو المرض عمال يزيد وما بيتعالجش هو عمال يوطي. انا قلت له انت لو ما اتعالجتش هتبقى راسك عند اكره الباب، ما يقدرش يبص لفوق. فمرض خطير جدا ومزعج جدا، ومهم جدا تشخيصه بدري مش متاخر. في السينما على مدار السنين سواء مصريه او العالميه طلعت ناس كتير عندها تيبس فقاري، فكره على فكره في السينما ظهروا ادوار ثانويه بس كانوا مشهورين اللي هم مؤتمين او مطيين. بالظبط. كان في ناس ثانيه اللي عندها التحدب ده موضوع مختلف. لكن دي حاجه مختلفه، كتير بيحصل لخبطه بينهم بين التحدب الموجود اللي هو كيفوزيس وبين التيبس. بالظبط. وبين التيبس، مش شرط ده يكون ده. ايه الاعراض الاوليه؟ هو المرض بيبدا بالتدريج، بيبدا بالتدريج البطيء. البدايه ممكن تشبه الامراض العاديه، الامراض العاديه اللي خشونه الفقرات عادي، الانزلاقات الغضروفيه عاديه، ده ممكن في الاول يبقى شبههم. لكن ازاي نفرقه؟ مريض تيبس الفقرات بيتحسن بالحركه عكس الامراض الثانيه. يعني هو يصحى من النوم متخشب، يصحى من النوم ظهري متخشب ورقبتي متخشبه ومش قادر اتحرك، وباخد وقت على ما افك او افك وابدا اتحرك، ومع الحركه اتحسن. دي حاجه مش موجوده في الامراض التانيه، مش موجوده في الخشونه ومش موجوده في الانزلاقات الغضروفيه. ممكن يظهر معاه التهابات في المفاصل، مفاصل بتورم، صوابع بتورم. ممكن يكون معاه امراض تانيه مصاحبه زي قلنا التهاب قزحي في العين، ساعات يكون له علاقه القولون التقرحي، ساعات يكون له علاقه الصدفيه. مرض مهم جدا، كتير بيكون مريض عنده صدفيه او حد في العيله عنده صدفيه يظهر له هو تيبس الفقرات المناعي. مفيش حد يخطر في باله ان الصدفيه اللي عند ابن خالتي او ان الالتهاب القزحي اللي في العين اللي عند ابن عمتي ليه علاقه بوجع ظهري اللي بصحى الصبح الاقي نفسي مش قادر اتحرك وبعد شويه ابدا اتحرك. ده اهم علامه تيبس الفقرات المناعي. لو ظهرت العلامات دي لازم نبدا ندور. الحاجه الثانيه المهمه انه اكتر في الرجاله واكتر في سن الشباب العشرينات لحد الثلاثين، لكن اغلبهم بيتشخصوا متاخر.
يعني ممكن وجع الظهر يبدا عنده هو سنه 20 ولا 22 ولا 25، وعلى ما احنا حد يشوفه مننا ويشخصه يكون عنده 35، يكون ظهر بوضوح. من الامراض المناعيه القليله اللي اكتر في الرجاله. معظم الامراض المناعيه كل عياداتنا مليانه ستات. لان امراضنا كلها ستات، ما عدا هم مرضين في الروماتيزم. مش اي حد يعرفه. الانكيلوزنج والنقرس. النقرس الجوت. ايوه الجوت. الستات اللي بتيجي متشخصه بالجوت غالبا بتكون متشخصه غلط. طب الامراض المصاحبه ايه؟ يعني احنا بنسمع عن انه ارتجاع الصمام الاورطي بيصاحب الحاله. مظبوط. مظبوط. في امراض مصاحبه وفي مضاعفات. الامراض المصاحبه احنا قلنا التيبس بيجي معاه الالتهاب القزحي في العين، بيجي معاه الصدفيه الجلديه والصدفيه المفصليه، فدي امراض مصاحبه بتيجي معاه. اما من مضاعفاته ممكن يحصل مشاكل في الرئه، ممكن يحصل مشاكل في القلب زي الصمام الاورطي. الفئه العمريه الشباب بس ولا ممكن يبدا في سن متاخر شويه؟ 99% يبدا في سن الشباب. صعب جدا انه يبدا بعد سن ال 30. احنا عندنا مشكله في مرض تيبس الفقرات، ان احنا من حوالي 10 سنين كان في اندر استيميشن للمرض، يعني ما كانش في ناس كتير تعرفه. فكنا مثلا نطلب اشعه رنين على المفصل الحرقوفي، ما حدش يعرفها، وبتوع الاشعه يبداوا يسالوا يعني ايه رنين على المفصل الحرقوفي وبتتعمل ازاي، ستير تكنيك وحاجات كده. فما كانش في التشخيص كتير. دلوقتي العكس بقى، في اوفر استيميشن. يعني ايه؟ يعني كل عيان معدي يقول لك ما يمكن يكون ده تيبس، وحصلت مشاكل كتير بسبب الموضوع ده. يعني صعب نفكر في تيبس فقرات مناعي في ست عندها 60 سنه مثلا، او في راجل عنده 60 سنه، او في ست عندها حاجه و40. قليله قليله جدا. التيبيكال ان هو بيكون شاب راجل في سن العشرينات او الثلاثينات بالكثير. انما لو هو بدا كده وشفنا احنا في سن 60 ممكن يتشخص، انما صعب يبدا مرض تيبس الفقرات المناعيه في سن كبيره وفي الستات صعب. لازم يأتب. لو ما تعالجش هيأتب. لازم. لو ما تعالجش هيأتب، يعني مايل لقدام. طبعا هو كل مرض ليه درجه شده. لو المرض بسيط ممكن يقعد 20 سنة على بال ما يبدأ ظهره يظهر فيه. لو المرض عنيف ممكن في سنة سنتين يبان. أنا ما أعرفش، صدفة غريبة إن النهاردة فعلا جالي مريض، هتنزل صورته قدام في البرنامج هنا، بقاله سنتين بيلف على الدكاترة ماشي، وأنت لو شفته في الشارع تقول ده عنده تيبس فقرات مناعي، ما واضح وضوح الشمس أهو اللي في الصورة ده. ده النهاردة بس. في ناس كتير بنشوفهم في الشوارع كده. ده في العيادة النهاردة. لا ده ما يعرفش يركع. ما يعرفش يركع. وراسه دي ما يقدرش يرجعها لورا، وبصته يمين وشمال بصعوبه. بصعوبه. بيقوم وينام كانه خشبه. يعني لو نام على السرير راسه صعب توصل للسرير. لازم تحط له مخده عاليه. تخيل بقى له سنتين بيلف بالطريقه دي يدور على التشخيص بتاعه، وناس قالت انت عندك روماتويد. بس على فكره يعني اي دكتور يشوفه ما يعرفش يبعته. يبقى ده الدكتور ما ذاكرش. انا مستغرب جدا. ما عندناش بكريليوس. انا مستغرب جدا. ده كمان عنده قولون تقرحي. يعني المساله بقت سهله خالص. كلاسيك. يعني واحد عندي قولون تقرحي وظهري بقى عامل كده ورقبتي ما بتتحركش، هيكون ايه يعني؟ يعني ده انا جالي حيوان بزلومه، مش ممكن يبقى حاجه ثانيه غير فيل يعني. لا يعني التشخيص يا جماعه، ما هو لازم يكون اي دكتور عنده معلومات بسيطه عشان يعرف يودي. احنا تيبس الفقرات ممكن يتشاف في الاول، ممكن يتشاف في الاخر. في الاخر سهل. المريض ده وهو داخل العياده تقدر تعرفه. احنا مشكلتنا في هو في بدايته. انك تقدر تجيبه في بدايته وتلقطه وتعرف ان هو ده تيبس الفقرات. في العيله حد عنده صدفيه، في العيله حد عنده التهاب قزحي، الوجع زي ما قلنا كده بيتحسن مع الحركه. المسكن بيحسنه. من علامات تيبس الفقرات المناعي ان المسكن بيحسنه. احنا يعني هسحسبق شوي في موضوع العلاجات. من 20 سنه كان تيبس الفقرات المناعي ده علاجه فقط المسكن، ما كانش فيه اي علاج تاني غير كده. فمن علاماته كده انفلاماتوري باك بين، اللي هو الم الظهر الالتهابي. من علاماته ان انت لو خدت حبايه مسكنه تتحسن تحسن كبير، مش زي الامراض التانيه. ممكن يتعافى منه؟ ممكن مرض التيبس الفقري يتعافى منه؟ للاسف لا. مرض مزمن. مرض مزمن، بس بالعلاج بيفرق فرق كبير جدا. ما بين واحد ظهره كل يوم بيزيد وبيتخشب ومش قادر يحرك رقبته يمين وشمال ومش قادر يحرك ظهره قدام وورا،
لواحد بيعيش حياته الطبيعيه ويبدا يتحرك عادي. الرياضه تصلح لهؤلاء الامراض؟ الرياضه مفيده جدا، وبرده من 20 سنه كان اللي بيجي عنده تيبس فقرات قبل الاختراعات نقول له ما تلعبش، لا نقول له السباحه كويسه جدا ليك. السباحه طول عمرها السباحه مفيده جدا لمريض تيبس الفقرات المناعيه. العلاجات هنا اختلفت، يعني من الامراض اللي العلاجات قفزت قفزه كبيره. حصل طفره كبيره جدا في علاج تيبس الفقرات المناعي في ال 15 سنه اللي فاتوا، ان احنا بقينا بناخد علاج بيولوجي. كنا الاول فقط مسكن، مسكن من الادويه المتعارف عليها اللي ماشيه في الصيدليات، ياخد مسكن ويمشي عليه وخلاص. في ال 15 سنه اللي فاتوا بقينا بناخد العلاج البيولوجي، والحمد لله انها بقت بتتوفر كمان على نفقه الدوله. اي مريض تيبس فقرات مناعي بياخد قرار نفقه الدوله وبياخد العلاج على نفقه الدوله، انه علاجه الوحيد هو العلاج البيولوجي. والعلاج البيولوجي بيغير حياته تماما، بيوقف المرض تماما، بس لازم يمشي على العلاج البيولوجي مدى الحياه. مدى الحياه. مدى الحياه. إيه عند الناس ممكن يتلخبط المرض ده مع الكيفوز. ان واحد قتب نتيجه عيب في الكيفوز علاجه جراحه. بالظبط. الانكلوزنج علاجه علاج بيولوجي، علاجه بالظبط. يعني بالزبط. القصه هنا تلخبط. هقول لك احنا المفروض نعرفها والجراح المفروض يعرفها. خلاص. هنا في مصر الحمد لله احنا عندنا اطباء على مستوى عالي جدا، وبيجي لنا عيانين من العالم كله يتعالجوا في مصر. انا عايز اشكر دكتور هاني عبد الجواد. طبعا دكتور هاني عبد الجواد من اشهر الاطباء طبعًا. في مصر في جراحات العمود الفقري. جراحات تقويم. وبيشتهر جدا بعوجاج العمود الفقري. كذا حاله تجي له، تبقى جايه له من امريكا مثلا. جاله حاله جايه له من امريكا عندها عوجاج في العمود الفقري زي كده. هي فاكره ان عندها مشكله هتتصلح بالجراحه، راحت له قال لها لا، انت حالتك دي تيبس فقرات مناعي، تروحي للدكتور حسام. جات لي دي علاجها دوائي. خلاص موضوع الجراحه والحاجات دي ما فيش. فمهم جدا ان الدكتور الجراح يقدر يشخص ان دي تيبس عشان تيجي لنا، والعكس احنا لو جات لنا حاله اللي هي بقى كيفوزز او تحدب عادي ماهوش مرض مناعي نحوله لهم عشان يعملوا الجراحات. فدي مهمه الطبيب انه يقدر يميز الحاله اللي بتاعته والحاله اللي مش بتاعته. اذا علاج البيولوجي واضح ان هو قفز بهذا المرض قفزه كبيره، طب اذا اهمل العلاج ده ايه المضاعفات المتوقعه؟ هيتحول لخشبه. بالظبط. من حوالي هم حتى في الاكس راي يقولوا عليه بامبو لايك. بالظبط بالظبط. من يمكن 30 سنه كان في طبيب باكستاني شهير اسمه دكتور محمد خان. ده كان اتشخص بانه عنده تيبس فقرات وهو سنه 18 سنه في باكستان، وبعد كده هاجر امريكا وبقى طبيب روماتيزم شهير في امريكا. ما حضرش العلاج البيولوجي، عظمه كله بقى عباره عن خشبه واحده من اول فوق لحد تحت. لدرجه مره كنت معاه بيقول لي انا في الطياره لما بتيجي المضيفه تقول لي عايز حاجه ولا لا، ما اعرفش اهز راسي كده، بهز من الحوض. يعني العمود الفقري كله بيتحرك كخشبه واحده، لا يعرف يبص يمين ولا شمال، ولا يعرف يوطي، ولا يعرف يعدل نفسه. فاذا اهمل العلاج المريض بيتحول عموده الفقري لخشبه واحده، وده شيء صعب جدا وشيء مزعج جدا. الدواء بيحول حياه المريض لحاجه تانية خالص. اهم حاجه انه يتشخص صح، بس مجرد تشخيصه صح حياته بتتحول لحاجه تانية خالص. الادويه موجوده في مصر ومتوفره جدا. الادويه البيولوجيه موجوده، والادويه البيولوجيه في مصر ارخص من اي مكان في العالم طبعا. وكمان المريض المصري من حسن الحظ الحمد لله في العشر سنين اللي فاتوا انه بيتاخد العلاج على نفقه الدوله. شيء عظيم جدا. ايه النصايح اللي لازم يعرفها مش بس المريض، اهله كمان؟ اولا اي عيله فيها مريض بمرض مناعي لازم يخلوا بالهم من العيله كلها. الامراض المناعيه اهمها الروماتويد، الذئبه، الصدفيه، سكر الاطفال، البهاء، تيبس الفقرات المناعي، كل دي اسمها امراض مناعيه. فإذا في حد في العيلة كده نبقى عارفين إن العيلة دي كلها عندها أمراض مناعية. فإذا ظهرت حاجة مش لاقيين لها تفكير، مش لاقيين لها فكرة، مش لاقيين حاجة مش منطقية، حتى لو حرارة، لازم ندور على دكتور الروماتيزم يشوف إيه سببها. ده رقم واحد. رقم اتنين، بدايات الآلام بتاعت الظهر وبتاعت الرقبة آلام عادية خالص، عادي ممكن نروح روماتيزم، ممكن نروح عظام، ممكن نروح مخ وأعصاب ندور. ما لقيناش سبب
نبدا نفكر هل ده مرض روماتيزمي زي كده. والاطباء لازم يكونوا عارفين، الوعي عند الاطباء مهم جدا. اذا ده مرض التهابي يعني بيصحى من النوم متخشب وبعد فتره يبدا يتحسن، نبدا نفكر في تيبس الفقرات المناعي. عندنا سؤال كده يعني محتاج في صراحه. اتنين بيجرموا في حق هذا المرض، اتنين، واحد منهم حضرتك هتقول ان ده مجرم وهتلبسه بدله زرقاء لانه عمل جرم معين فيما يتعلق بالتيبس الفقري وبالامراض المناعيه، والتاني هتلبسه بدله حمراء مجرم قوي بقى ده مجرم سوبر يعني. الاثنين اجرموا بس درجتين، هنبدا بالازرق الاول اللي لابس بدله زرقاء ده مجرم نص نص. ده سؤال مفاجئ. مين اللي في رايك يعني انت شايفه لا انت خلي بالك محتاج ترب عصايتين كده؟ ما هو الاجرام ان المرض يكون لسه في الاول وما يتشخصش. انما البدله الحمراء ان المرض يكون في الاخر زي اللي انا لسه موريهولك ده وظهره بقى بالشكل ده اللي هو يعني المفروض ولسه ما اتشخصش. مش ممكن مش ممكن دي حاله يعني واضحه. أيوة. يعني في اوله يبقى بدله زرقاء. ماشي. لا مش ممكن يعني. صعب جدا ان حد يبقى شكله ماشي قدامي بالشكل ده واقعد اقول يا ترى عنده تيبس ولا ما عندوش. دي حاجه واضحه اي دكتور يقدر يشخصها يعني. المعمل له دور في تشخيصه يعني في عندنا في تحاليل. تحليل السي ار بي مهم جدا. لازم يعلى. تحليل الاتش ال اي بي 27 مهم جدا. خلاص بس الاتش ال اي ده هيومن ليكوسيتيك انتيجين. دي الطبيعه الجينيه للمرض الشله دي بالظبط. بس المرض ما بيتشخصش بحاجه واحده. لان زي ما قلت لك من شويه ساعات ناس تعمل رنين على المفصل الحرقفي بقى شائع الايام دي يكون في التهاب بسيط في المفصل الحرقفي. احنا قاعدين طول النهار على المكتب كده فممكن يحصل التهاب. مش ده اللي يشخص تيبس الفقرات المناعي. لازم يكون في حاجات تانية. فاحنا لقينا الالتهاب بتاع المفصل الحرقفي ولقينا معاه اتش ال اي بوزيتيف خلاص يبقى تمام. لقينا اعراض تانية، لقينا موضوع الصدفيه تكون موجوده في الجلد، صدفيه في المفاصل، الالتهاب القزح اللي في العين، لقينا انفلاماتوري باك بين ياخد حبايه مسكنه يتحسن تحسن كبير، لقينا المجموعه كلها تقول ان ده مرض تيبس فقرات، نمشي في هذا الاتجاه. اما ان احنا نعمل رنين بس نقول ده عنده تيبس ما ينفعش. الاتش ال اي لوحده ما ينفعش، لازم يكون معاه حاجه ثانيه، لان ده استعداد جيني ممكن يكون موجود عند عيله كلها. فالمتخصص اللي زينا في تخصص الروماتيزم هو اللي يقدر يقول ده مرضه كذا وعلاجه كذا. لكن الاطباء الثانيه لازم يكون عندها الوعي ان على الاقل ده اشتباه كذا، نقوم نحوله في الاتجاه الصحيح. نورت وشرفت. ربنا يخليك. شرف كبير لينا دائما قدومك لينا ولننتظرك. ومش يبقى زورك كل سنه مره. خليها مرتين في السنه. ان شاء الله ان شاء الله. انا سعيد ان كنت معاك النهارده. انا اللي سعيد جدا بهذا الحوار الراقي جدا، حوار موسوعي من قمه علميه كبيره واسم كبير في عالم الامراض الروماتيزميه والمناعيه، الاستاذ الدكتور حسام الديب استشاري الامراض الروماتيزميه والامراض المناعيه، زميل الكليه الملكيه البريطانيه اللندنيه والعضو الدولي بالكليه الامريكيه للامراض الروماتيزميه. نورنا النهارده بواحده من حلقاته يعني المثيره المتفرده. هذا هي الحاله، التيبس الفقري حاله مش هتسمعوا عنها كتير غير هنا، ومش هتسمعوها بالتفاصيل دي غير هنا. احنا اتكلمنا عن فيها تفاصيل يعني لو جه سؤال لطلب الطب وكتبوا الكلام ده ياخدوا فيه الفول مارك. فخلي بالكم من هذا الكلام. وطبعا التشخيص وزي ما الدكتور حسام بيقال عيب عليك ايا كان تخصصك انك تشوف حاله تيبس فقري وما تعرفش تشخصها. صدقني تبقى عيب عليك مش تشخصها، على الاقل تعمل لها سسبيشن تشك فيها وتحولها للمتخصص، والا هيبقى عيب عليك. خليك مع الناس الحلوه.